أنا جاهدة لأي شيء ومش ندمانة على أي شيء عملته، لأني أنا ما عملت شيء غلط. Has buried the right of freedom of speech in its decision, while we brought the court many different poets, of Jewish poets that have written through history things that are harsher than what Doreen has written, and nobody even thought to criminalize their poem. لحديت اليوم فكرت انه في ديمقراطيه وفي تصادق بالمحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف لم اجد لا اي مصداقيه ولا اي صدق. صباح الخير يا اولاد عمومنا، تفضلوا شرفونا، شو بتحب مضيفكم، دم عربي ولا الدموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة، صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة، مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها، كوفية عربية بتضل عربية، حطتنا بدنا إياه، ثقافتنا بدنا إياه، كرامتنا بدنا إياه، كل شي إلنا بدنا إياه، ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن مخصن فيه قلدوناه بلتبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا ببشر قلنا بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك البس